وحادث آخر أمام مول المنصور في العاصمة بغداد بسبب عدم الالتزام بقواعد السير، فنشاهد. تحياتي لكم متابعينا الغوالي. هذا الحادث راح صار يم المول مقابل باب مول المنصور. بس انتبهوا على هذا السائق، بس انتبهوا انتبهوا منين يريد يفتر. انتبهوا، شوف 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 شوف، انتبه 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 انتبه، يعني يريد يفتر من هاي الرصيف شوية بيعلو، يريد يفتر من عنده. شوف، حطه مع عائلة كاملة اللي كانت بالسيارة الثانية، اتوقع تشارجر، وهم زين ما راحت هاي المرأة هي وطفلها. تب تب، طب هذا حطيه مصطفى، شوفوا غيرة العراقيين وشوفوا شيمة العراقيين.